اليوم المفروض تتعرض الى انتهاكات والى تهديد. يعني برايك هالتهديدات شنو، منين تقدر تسمي الاسماء او ما تقدر؟ صراحه ما تعلق بعمل المفوضيه اكيد في دوله مثل العراق. طيب وما يحيط بالعملية الانتخابية من تحديات أمنية سياسية، المفوضية مورس حاول البعض أن يمارس عليها ضغط سياسي أو ضغط بتهديد حياة بعض المفوضين وعوائلهم لغرض يعني شو نسميه الاستجابة إلى مطالب بعض الجهات السياسية. المفوضية أثبتت وستثبت للجميع أنها لن ترضخ لأي تهديد من أي جهة سياسية، وأنها ستمضي بإنجاح العملية الانتخابية إن شاء الله.